أهلا بكم في فقرة أنا أرى. البداية من السعودية حيث ننقلكم إلى الأجواء الممطرة مع هذا الفيديو الذي أرسله لنا فايز الحارثي يوثق فيه لحظة هطول الأمطار على مناطق في جنوب الطائف. نتابع. ولا نزال في أجواء السعودية حيث أرسل لنا سامي المالكي فيديو غطت فيه سحب الضباب الكثيف مصحوبة بقطرات المطر جبال وطرقات محافظة الدائر بني مالك شرق منطقة جازان في مشهد رائع اكتست به الجبال الشرقية للمنطقة جمالا نشاهد. والآن إلى الصور وإلى أخبار السياسة. أرسلنا عابد برتيمة صورة لأثار الدمار الذي حل بمدينة سرت الليبية جراء المعارك ضد تنظيم داعش الذي يتحصن داخل أحياء المدينة منذ أكثر من عام ونصف. ومن العراق أرسلنا ثامر العراقي صورة لنازحي الأنبار تركوا أغراضهم الثقيلة وسياراتهم ليعبروا إلى مناطق أكثر أمانا حيث منعت سياراتهم من العبور فتركوها ورحلوا. والبعض الآخر عبر عن طريق الزوارق والأنهار حيث هناك آلاف السيارات مبعثرة في كل مكان بحسب قول المرسل. وننهي فقرتنا من سوريا حيث أرسل لنا حسن لالو صورة لدمار منازل المدنيين جراء قصف بالطيران والمدفعية استهدف مدينة الحولة أدت لنشوب حرائق حيث قامت قوات النظام باستهداف منازل المدنيين براجمات الصواريخ في قرية السعن الأسود في الريف الشمالي ما أسفر عنه ضحايا وجرحى وخسائر في الممتلكات. ولاطلاع على مزيد من المشاركات التي يرسلها إلينا مستخدمو تطبيق أنا أرى من أنحاء العالم يمكنكم زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية .net. كما نذكركم أنه بإمكانكم أن تصبحوا مراسلين لقناتي العربية والحدث من خلال تحميل تطبيق أنا أرى على هواتفكم الذكية.